ده النجاح بتاع الفرص. وبعدين الشعب على فكرة احنا الشعب بتاعنا ودانه حساسة حلوة. لما احنا نكون كخورس شمامسة منضبطين وكويسين، لان احنا المرايا قدام الشعب كله. اتكلمنا في القداس الشعب اوتوماتيك هياخد مننا، ضحكنا هياخد مننا، علينا صوتنا هياخد مننا، عملنا اي حاجه اوتوماتيك، لان الشعب كله يبص للمسبح واحنا جنب المسبح. فانا ولو احنا حفظنا حفظ واحد وقدرنا نمشي، يبقى هنا مفيش قائد مهما كان حافظ. يقدر يسند امتى؟ عند ما يلاقي مثلا في لحن كبير والكل مش لامن بيه، يحاول يغطي بس برضه بفن، ان صوته ما يظهرش قوي، يظهر للي حواليه، ما يبقاش الميكروفون، بحيث ان يداري الحته دي ما يكسفش اخواته اللي معاه. نعم. كمان في سؤال يا معلم، هل المفروض وانا بقول بقوة صوتي ولا يا دوب بس أداء؟ يعني أزعق ولا بروح الصلاة بس؟ ما أنا أقول لقدسك أهو، يعني أنتوا في ميزة دلوقتي إن أنتوا مهتمين بالألحان والناس بتقعد مع بعضيها، ويا ريت كل الشمامسة لما يكون في مناسبة زي ما إحنا هنحاول نعمل النهاردة، عشان بكرة أنتوا هتقولوا عاوزين نقول حاجة للصليب. فلما نحفظ مع بعض ونقعد مع بعض هتبص تلاقي في وحدة في الصوت. الحفظ طبعا ملكة الحفظ دي من واحد لواحد لواحدة لواحدة. في ناس بتحفظ بسرعة، وعلى فكرة اللي بيحفظ بسرعة قوي 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 بينسى بسرعة لو ما كانش يراجع كتير. الألحان زي السبيرتو بتطير مننا. وبعدين مشكلة الألحان اللحن ده واخد من كذا لحن، هزه واحده ممكن تروح على لحن من اللي مش بنقول، تروح على حاجه ثانيه. فهنا عايزه مجهود، عايزه جهاد. لكن لو احنا بنقعد ونراجع يبقى هتلاقي اللحن هيمشي ميه واحده. مع الخورس زي ما هو بيسال السؤال ده، ما نطلعش كميه صوت جامده. المفروض انا اسمع الكل اللي بيقوله. لما انا اقول مع المجموعه لازم اسمع كل واحد يسمع الثاني. لما انت تعلي صوتك وصوتك قوي، الحلاوه مش في حلاوه الصوت وقوه الصوت، الاداء اللي يطلع من هنا. ودام طلع من هنا يبقى الناس هتسمعه حلو. لو انا طبقتي عاليه مش قادر امشي مع ابونا اللي طبقه تيت، اعمل ايه؟ هي عاوزه تمرين زي الجيش. طبعا الاخ اللي هيخش الجيش يبقى يخلي باله في الخطوه المعتاده. انا دخلت الجيش فكان دايما يقول لك ايه، تبديل. يعني ايه؟ احنا بنمشي الخطوه المعتاده، اليمين شمال يمين شمال. الصوت زي كده، لو احنا واحد ماشي كده والتاني لسه هيعمل كده، احنا بدي وهو بدي، ما يبقى اختلاف. فلازم يبدل بقى. لو هو مش قادر يجيب الطبقه يجي على نفسه. لو جه على نفسه شويه، هو بيحب العالي لكن الهادي ما يعرفش، زي نافت الانبا يؤنس. هو يحب العالي قوي، لما يقول الواطي بيتخنق. انا عن نفسي لما هو بيقول أنا بقول الطبقة، لما بس ما حدش بيسمعني أقول الطبقة اللي تريحني، اللي هو الجواب اللي تحت. كيريالايز بون كيريالايز، يعني هو بيعمل كده وأنا أعمل كده، بس هو الجواب، هو جوابه عالي، أنا الجواب اللي بياخد منه بس الهادي. فممكن يعمل كده بس إيه، ما يطلعش كمية الصوت اللي هي تبان ان الطبقه او الصوت فيه تغيير. وبعدين بالتمرين على فكره ممكن الطبقات تيجي، يعني الطبقات الصوت العالي مع المتوسط مع اللي بينزل، دي الصوت الحلو مش حلاوه الصوت، لا
حلاوه الصوت ان يجيب الطبقات دي. الاخ اللي كان عنده 7 اسئله ايوه احنا جاوبنا كام سؤال في السؤال ده؟ لسه في الاولاني. قلنا في الاولاني يبقى طبقين يا سخيه راح. طيب كنت عايز اسال بس حضرتك انت بتحدد حاجه تتقال سولو او تتقال جماعي؟ يعني ايه موازينها عندك؟ الحاجه اللي فيها مرابعة يا زلت النيات. لما الكل يقول ورا بعض ورا بعضه الناس ممكن تمل. لكن مثلا لو احنا عندنا 2 خورس بحري في الصف البحري وفي الصف الابلي، ممكن بحري واحده وابلي واحده. لو ما عندناش زي ما احنا بقف مع الخورس انا بقول واحده والخورس بيرد عليا بالثانيه، هنا يبقى السولو. فينفع خورس بحري خورس ابلي، ينفع واحده واحده. لا افرض انا بصلي ومعيش شمامس، انا ممكن اعمل خرص من الشعب حتى لو هيرد عليا ارائه مطنان بكو ايفول التاني، ويبقى في تغيير. خلي بالك ان الالحان لو الواحد هيفضل يقول لوحده مهما كان صوتك جميل قوي الناس هتزهق. التغيير ده في الصلاه مهم قوي، بدليل ان الكاهن بيقول والشماس يقول والشعب يقول، في تغيير. يقدر الكاهن يقول كل حاجة؟ يقول ويرد شماس ويرد شعب؟ ناس هتمل. لكن هي الكنيسة عندنا ما تخليش حد يمل أبدا، وبالذات الشعب لو وقف واخد باله من الصلوات ويقدر يشترك. لو ما اشتركش بيمل نص ساعة يعني وعاوز يمشي. والشيطان بيضحك علينا بالساعة دي. نفضل نبص امتى زي الاطفال الصغيرة، ابن بنتي كل شوية يقول لي هتناول امتى يا جد؟ انا بحب يا معلم ان انا بخش المقدس مفيش غير الهيكل بس، يعني الهيكل بس هو اللي اخدم فيه وارفض ان انا اطلع بره. لا طبعا، ده احنا لازم يتعمل لو احنا لقينا كتير عدد يتعمل جدول يكفي 3 4 والتغيير مطلوب لان الكل يستفاد. حتى اللي يمسك شمعه مش لازم هو على طول، لان الكنيسه بتشرك اولادها كلهم. ما فيش واحد اتكتبت عليه حاجه، لا ده يبقى غلط كبير قوي. دي عادات زمان، زي زمان كان يتخانقوا في الصعيد على مين يمسك صورة القيامة ويتخانقوا ويعملوا مشكلة. فدلوقتي لا، احنا عاوزين الكل يشترك، وحتى اللي هيقرا رسائل ولا بتاع كله، يعني لو في رسائل قبطي مش هو اللي حافظ بس هو اللي هيقول، ده احنا نقول للتاني انت عليك تحفظ كذا وتيجي تقول ونشجعه. انا وانا صغير لما حفظت كيبرتو، كنت أول سنة في حياتي لما ابتديت أعرف إيه الألحان أهلا وسهلا. واحد كان جوز عمتي، أنا ما انساهوش الراجل ده الله يميح نفسه، قال لي حافظ كيبرتو؟ قلت له آه أنا صغير. قال لي طب تعالى اطلع قول المزمور. قلت له مش عارف. قال لي هقف جنبك. كنت أول مرة أقول، وقف جنبي قرأ لي النص القبطي وقال لي ده من هنا لهنا لغايه النقطتين دول ده الربع الاولاني زي كذا وكذا. عرفني وابتدى بقى ايه، انا بقول واجي عند النط انا مش عارف انطق فين، يروح بينطق معايا وشويه شويه لغايه ما سابني. احنا لازم نعمل كده مع اولادنا. الكنيسه كل ما يكون في ناس تقدر تصلي وتقدر تقول الالحان دي مش سهله بقى، يعني حفظها عايزه واحد يجاهد زي ما قلت لك اول مره. الاول عايز برضه الواحد ما يخافش حتى لو غلط ما يتضايقش. انا اول سنه رحت عشان اتعلم الالحان طلعت الرابع، كنا دفعه حوالي 23 واحد، غلطت غلطه واحده في لحن نيس نستير وانا فاكر لغايه دلوقتي.
جسمي كله اتبرجل، والغلطة دي خلتني جاتني شبه حمى يعني سخنت. وكان جاني واحد راهب دلوقتي قمص كبير وكان مترشح في البطريركية، يمكن تسمعوا عنه، أبونا الشنودة الأنباب شوي. كان في يوم من الأيام ربيت الدير وهو اللي جابني عشان أتعلم، راح عمل لي ليمون وقعد جنبي على السرير وقعد يعمل لي كمادات وبتاع، كله عشان غلط وأنا زعلان اللي غلط. أي غلطة في اللحم ساعات الإنسان يبقى حساس يتدرجل وجسمه ما يتدمش عليه، ده اللي حصل لي وبيحصل لكل كتير لناس. فما يهمش، الألحان عايزة تواضع زي ما قلنا، حتى الواحد لو غلط ما يتضايقش، يقول اللي بعديه الجزء اللي بعديه وخلاص، يعني ما خربتش الدنيا لما يتحط في موقف. بالنسبه للعيل اللي هو مش حافظ في القداس ازاي اخليه يحب القداس الحال حتى هو اللي هو مش حافظ يعني عشان العيال بتزهق في القداس وزي ما حضرتك قلت العيال بتيجي وتتسلل في المتناول. ايوه، هو نحيي له نسيبه شمعه، نعمل له كيان، نقول له تعالى قدم الشغل معايا، نخليه يمسك درج البخور، نشركه في الحاجات العمليه. الطفل دايما عايز الحركه. وبعدين نعلمه مرد بسيط، ونروح حاطين له الميكروفون في المرد ده نفرحه، تبص تلاقي هو هيبتدي ياخد على كده. وبعدين الاولاد بيغيروا من بعض، يعني ممكن تلاقي طفل مش عاوز يحفظ، لكن لو جبت له اتنين تاني اصحابه وابتدوا يحفظوا هيغير منهم ويحفظ. في الأول ما تخافش من الطفل اللي مش عايز، يعني ما تعملوش حساب قوي قوي، بس اشرك معاه الأولاد الصغيرين اللي في سنه بيغيروا الأولاد. ونخلي بالنا من الحتة دي كمان، يعني افرض دلوقتي، معلش يا ابونا ما تزعلش مني، ابن ده واخد عشان باباه في الهيكل رايح جاي وبتاع، على قد ما نقدر نستحمل. خد بالك، انا دي شفتها، كان عم وديع الله ينيح نفسه مع البابا كرولوس، كان هو اللي بيقدم له القهوه وهو اللي يعني خادم معه. كان ليه ابن صغير كان يمشي ويروح طالع يجري على الهيكل، فاللي بينظمه في الكنيسه كان واحد بيحب النظام قوي، كان اسمه الاستاذ رفله، ده كان من الاصوات الجميله، فكان يحب النظام قوي حتى في التناول وفي لما يلاقي الواد بيجري كده يروح بحبسه. بابا كرولوس لما يشوفه يقول له سيبه، تعالى يا حبيب بابا، تعالى يا حبيب. وكله مش عاوز ان الطفل يتضايق من الكنيسه، نستحمله على قد ما يقدر. حتى الكاهن المفروض يستحمل صوت الطفل اللي بيعمل شوشره شويه شويه، لان في نوعيات بتتعقد، الام بتتعقد من الكنيسه ساعات وتقول مش هقدر اروح، ده انا بتبهدل عشان الطفل بيعمل شوشره. لكن نحتمل الاطفال قوي. يعني ابن ابونا خط احمر يعني حضرتك مش كده؟ لا يعني ما انا قصدي اقول ايه، ان ساعات هو ده ابن عم وديع اللي الناس كلها عارفينه مع البابا، فالبابا بيقول له تعالى حبيبي. انا البابا نظرته مش عشان ده ابن عم وديع، ده طفل، فانا راعي الحته دي. لا انا قصدي ابن ابونا ليه؟ لان هو خد ان هو بيشوف بابا كتير في البيت فهو شايفه وعاوز يروح له، ده من حق. يعني التعامل في الكنيسة عاوزة طول البال. يعني نقصد نستحمل ابن ابونا يعني مش خدمتي هناك، بس كان ابني بيخدم هناك، ابني الصغير مينا. مينا من النوع اللي ياخدوا الموضوع جدا، فكان هو عليه قداس الأطفال وكان فنان يقدر يتعامل مع الأطفال. كنت ألاقيه بقى بيدفعنا فاتورة جامدة في التليفونات، كل يوم خميس يقعد ساعتين ثلاثة كلام. ألاقيه مرة كنت جيت بدري وبشوفه بيتصل تليفون،
يحدد مين اللي هيقول الاناجيل بتاع الكبيه ولا الصغيرين، ويقول له تذاكر انجيل الثالثه ويسمعه له في التليفون، والتاني انجيل السادسه، يوم الجمعه الانجيل التاسعه، وبعدين يوزع الرسائل ويقول لهم تطلع الكتاب المقدس كذا من كذا لكذا ويقرا معاه، بيجهزه من بالليل ويقول له طب انت بعد ما قريت كده راجع تاني. فبيطلعوا الاولاد اسم الصليب يقرا ميكروفون قدامه بيقرا، تبص تلاقي جه بدل الكنيسه. فانت وبعدين ما كانش يدي بقى للي هو عارفه انه شاطر، لا ده بيدي لغيره وغيره، كان كل اسبوع على كده. اقول له يا مينا انت دفعت لنا الفواتير كتير. فانتوا اعملوا كده يعني. بس في حاجه يا معلم، هل نخلي القداس فرصه للتجارب؟ يعني طلع واحد يتهته واحد يقعد يتدرب في قداس الاطفال؟ اه لكن القداس العام لا، العادي ما هو بقى انت الاطفال بيتعمل لهم حاجه مخصوص مش كده؟ لا احيانا مفيش. كان في كان في الاول آه. تحت، بس دلوقتي خلاص الكنيسه بقت قاعه فما بقاش في قداس اصلا. اه هو طبعا عشان تعتني بالاطفال، هم دول مستقبل الكنيسه. ده الاطفال ده قصه كبيره يعني. وعلى فكره قالوها من زمان، اللي بيحفظ الحان وهو صغير عمره ما هيروح لطائفه تاني، حتى لو راح هيرجع الالحان ترجعه. القراءات بتاعت القداسات اكتر حاجه بنلاحظها، ان في ناس بتروح تقرا فجاه فبتقرا البنوت وخلاص. طبعا دي حاجه يعني بتخلي الواحد يبقى قاعد محرج، انه الكلمه بتبقى بتحمل معنيين. اه كان يشتم ولا يشتم. ايوه فحاجات كتيره يعني، نتمنى ان دي تتلاحظ زي ما حضرتك بتقول، ان كل واحد هيقول. سامعين يا اخوه؟ السؤال ده لينا كلنا. يعني الالماني مش هيتلخبطوا فيه، لان الالماني كلمه معروفه. اه هو العرب هو المتعب. هو اللي بيبقى صح. اه بيدي معاني كتير. هي فكرة الجدول اللي حضرتك كان هتحل المشكلة برضه، لأن هو الكبير والصغير هيضطر إنه يحضر قبلها بيوم. هو مش يعني النظام حلو. وعلى فكرة إحنا النظام اللي إحنا ممكن نعلم العالم النظام. يعني إحنا من مصر من طيبة في سويسرا، مش بتوع طيبة هم اللي علموهم النظافة كمان. بس للأسف إحنا علمنا وإحنا محتاجين نتعلم دلوقتي. كان سؤال ستة دلوقتي؟ آخر سؤال لو في مجال يسمح. لا تحت. إزاي حضرتك بتقسم الخوارس؟ هل بتقسمهم حسب السن الأعمار ولا حسب الإمكانيات ولا حسب الموهبة؟ هو إحنا عندنا في الكلية الكليركية أربع سنوات. أنا من أول سنة بأسس حاجات القداس عشان يقدروا يشتركوا معانا، لأن ردات القداس هي الأكثر بتسأل يعني. وبعدين نيجي في الاعياد بيبقوا معانا كلهم كخورس، بنحاول نديهم حفظ بعض حاجات مش كل طبعا، لكن بنستند على رابعه وثالثه وثانيه لان بيكونوا خدوا اكتر، واولى بنديها واحده واحده لغايه ما توصل يعني. احنا لما بنلاقي دفعه رابعه كويسين يبقى بناخد رابعه، ولو لقينا ثالثه. لكن افرض لقينا موهبة من تانية ممكن اجيبه اوقفه في النص. لو لقينا عدد رابعة مش مكفي ممكن اجيبه الصف الاولاني. يعني بتبقى على حسب مين هيسند في الالحان، لان الميكروفونات بتبقى كان زمان بتجيب الكل، ساعات دلوقتي الميكروفون بيجيبوا لنا ميكروفونات مش قوي بتوع الاذاعة، فبنعمل حساب الحته دي يعني. لكن انتوا هنا لما يكونوا شمامسه وبيراجعوا مع بعض يعني مش هتفرق مين الاول من الاخر، ادم احنا قلنا تواضع لازم. انا اشوف ان مثلا واحد شايف ان ده متقدم عنه ما فيش مانع ان يقدمه، وده يقدم ده وده يقدم ده، يعني قدموا بعضكم بعضا في الكرامه.
إذا كنا شايفين إن دي فيها كرامة يبقى نقدم بعض في الكرامة. وممكن ما يبقاش حاجة ثابتة يعني، إذا كان المستوى قريب لبعضه فيش مانع إن كل مرة كل واحد يقدم التاني، ده يقف مرة قدام والتاني يقف، بحيث إن ما يبقاش في مشكلة، لأن برضه ساعات الشيطان يدخل في الحتة دي وناس تغضب وما تجيش ونقول ده ايه ده الراجل ده يعني بيفكر ليه التفكير البسيط ده ويزعل، لكن هو ده